شهادة البكالوريا الجزئية في يومها الأخير. أهلا بك ليلى. نعم بلال، أهلا بك. إذا بداية خروج المترشحين لشهادة البكالوريا في دورتها الجزئية، كيف كانت تطلعاتهم بالنسبة لمادة الفيزياء؟ نعم بلال، لا يزال المترشحين يجتازون الآن المادة، بعض منهم خرج، يعني البعض اللي خرج من الموضوع الفيزياء بدون الإطالة. بلال معي مترشحين، المترشحة الأولى رانيا، سقسوها الموضوع. رانيا مساء الخير. الخير اليوم كان سوجي بزاف صعيب، نورمالمون يسهلونا باسكو رانا في رمضان، اون بليس عاودونا دي ماتيغ ايسونسيال وجا بزاف صعيب على الاول، ما قدرناش نحلو، طاحوا دروس ما قريناهمش، اهتزازات ما قريناهمش، طاحوا في الموضوع. انت واش من الموضوع خيرتي رانيا؟ الموضوع الاول باسكو موضوع قولي لي صح، قولي لي الموضوع الاول يعني اهم دروس اللي طاحت فيه. طاح فيه اكسده ارجاع، طاح فيه نواوي، كان ساهل شويه نووي، ميكانيك، وطح فيه كهرباء، وطح فيه استاره. بصح الموضوع الثاني ما قدرتش كاع ميم با نقراه، ما توشيتوش ميم با باسكو ما قريناش اهتزازات، ما قدرتش نحلو. والاول كان ثاني شويه صعيب على اللي جوزناه في الدوره الاولى، نورمالمون كانوا يساعدونا في لي سوجي باش نقدروا نحلو، بصح ما سهلوناش بزاف صعيب. ان شاء الله الاساتذه يعاونونا في التصحيح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت راكي تقولي انت الموضوع الاول اللي كان في الدوره الاولى طالعتي عليه كي يتسرب ولا لا؟ لا لا ما طالعتش عليه، قدرت نحلو باسكو كان سوجي ابوردابل، بصح هذايا امبوسيبل تحليه، بالك ميم لو كان شتيه كان تسرب ما تقدريش تحليه باسكو بزاف صعيب بزاف. شكرا مروه، بالتوفيق. معي المترشح الثاني ماسيل. ماسيل مساء الخير. مساء الخير. ماسيل يعني بدايه قول لي الموضوع اللي خيرته الاول ولا الثاني؟ خير دوزيام سوجي اللي كان فيه الاهتزازات، يعني الدرس هذا ما قريتوش؟ الدرس هذا ما قريتوش وخلط فيه شويه باسكو درتو في ليكور، درت فيه شويه. يعني نهضر على في الليسي، قريتو في الليسي؟ في الليسي ما قريناش. ما داروه لكمش؟ قالوا لنا ملي اوفيسيال ما يطيحش، قالوا لنا في الليسي، قالوا لنا اوفيسيال ما يطيحش ما قريناش. قريتو في ليكور يعني؟ في ليكور برك. وكان يعني كيفاش كان الموضوع؟ سوجي كان واعر على المره اللي فاتت. مالغري كو انا ما خصتش كاع في هذوك لي كاع لي سوجي اللي خرجوا باسكو ما لحقني حتى سوجي، ما كان بزاف واعر على البرومي سوجي. تسمى تارك تقول بلي البكالوريا الدوره الاولى من اول موضوع الى اخره كان سهل على هذا البكالوريا الجزئيه؟ لا بلي فورت لي سوجي كاع ابورد بالاول خير، الاول كثر. حتى الرياضيات؟ رياضي مام رياضيات خدمت في هذاك كثر، رياضيات اللي عجبني كثر هذاك. إذا بلال كما سمعت أغلب المواد الأساسية اللي هي الرياضيات والفيزياء يعني ما خدموش فيها المترشحين، مستائين جدا من الموضوع. سوف ننتظر المترشحين الذين هم الآن يمتحنون في الأقسام ونرصد لكم انطباعاتهم في الساعات الإخبارية المقبلة. نعم ليليا داود، سنعاود ربط البث المباشر معك في خلال هذه الساعة الإخبارية، شكرا جزيلا.